ولتسليط الضوء على آخر مستجدات المشهد الفلسطيني معنا من إسطنبول سيد محمود الشجراوي الباحث السياسي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود. بداية، السفير الأمريكي لدى سلطات الاحتلال قال إن واشنطن لا تسعى لاستبدال الرئيس محمود عباس، كيف تقرؤون هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني هذا التصريح يعني إن كان يدل على شيء فإنما يدل على عدم اللباقة الأمريكية في مثل هذا التصريح، لأنه ينبئ حقيقة عن ما يدور أصلا في خلد الأمريكان، وهو أمر حقيقي أن كثير من الرؤساء والزعماء العرب تم تنصيبهم أصلا بفعل المحتل وبفعل الأمريكي أصلا. في التاريخ الذي يستقرئ التاريخ في بعض البلدان العربية يعرف أن كثير من هؤلاء الزعماء وكثير من هؤلاء الرؤساء أصلا الذين نصبوهم ووضعوهم رؤساء للوزراء أحيانا ورؤساء لبعض الدول أيضا هم الأمريكان أصلا، أو البريطانيين في وقت مجد بريطانيا قبل أن يعني تركت بريطانيا. طيب، في مثل هذا الوقت نتفضل. الرئاسة الفلسطينية بدورها استنكرت هذه التصريحات من قبل السفير الأمريكي لدى سلطات الاحتلال الصهيوني واعتبرتها تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني الداخلي. كيف ستعكس هذه المواقف على المشهد الفلسطيني بشكل عام؟ وهل وصلت مبادرات السلام برأيكم إلى طريق مسدود؟ أخي أنت يعني تسأل رجل لا يؤمن أصلا بمسألة السلام ولا معاهدات السلام. أخي ما يحدث أصلا مع الرئيس الفلسطيني الذي انتهت ولايته أصلا محمود عباس، ما يحدث معه اليوم هو عملية تركيع وإعادته إلى طاولة المفاوضات ليكون فقط يفاوض لأجل المفاوضات. المتتبع للشأن الفلسطيني يعلم أن المفاوضات الفلسطينية منذ أكثر من 20 عام ما يقرب من 25 عام لم تأتي للشعب الفلسطيني إلا بسلطة أوسلو الذي كان مهندسها أصلا محمود عباس، والتي بموجبها أصبح رئيسا للوزراء أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله. كيف تعلقون على ما حصل لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، وأيضا مصر تدخل من جديد لمصالحة فلسطينية؟ يعني هل هنالك فرصة لنجاح تلك الوساطة؟ الحقيقة مصر أخي الكريم المتتبع للشأن الفلسطيني يعلم أن مصر حريصة أن يبقى لها دور وتبقى هي صاحبة الملف الفلسطيني، وهي الآن قدمت هذه المبادرة لتعود أصلا إلى موضعها الطبيعي الراعية الدائمة للمشروع الفلسطيني وللمصالحة الفلسطينية، والتي أنا كمحلل ومتابع للشأن الفلسطيني لا أرى لها أفقا أبدا حقيقة. لأنه الجهة الرسمية جهة أوسلو لا تنوي أصلا على المصالحة، ولعل ما سمعناه في تقريركم قبل قليل عن كشف منفذي عملية التفجير اللي تمت، وهي تفجير يعني مفتعل، وهؤلاء يعني أنا لا أريد أن أنتقي كلمات لعلها تسيء لبعض الأشخاص، لكن هذا كله أخي إن دل على شيء فإنما يدل على عدم جدية رام الله في موضوع المصالحة أصلا. طيب، هنالك اليوم تجهيزات لمسيرة ستنطلق غدا تحت اسم مسيرة العودة، كيف تقيمون هذه المبادرة وما هي الرسالة التي يريد المقيمون على هذه المسيرة إيصالها إلى العالم؟ أخي الكريم، مسيرة العودة الكبرى هي ليست مسيرة جديدة، لكن في هذا العام يتم تحضير لها بشكل رائع وبشكل كبير وبشكل معلن. أنا أستذكر في 2010 أنا شاركت في مسيرة العودة اللي تمت 2011 في سوريا، اللي تمت على الحدود السورية، حيث دخل حوالي 400 إلى 500 شاب إلى الجولان المحتل، ودخلنا إلى بلدة مجد الشمس. في هذا العام التحضيرات أكبر والإعلانات أكبر، ومتوقع أن يكون رد فعل المحتل قاسي جدا، والمشرفين على هذه المسيرة بدأوا يحضروا مجموعة خيام، وأعلنوا أن هذه الخيام ستبقى منصوبة حتى ما بعد
يوم الأرض اللي هو 30/3، وستبقى موجودة حتى تاريخ النكبة اللي هو 15/5 القادم. هذه المسيرة أخي هي رسالة للمحتل أولا، أن هذا الشعب كما قال المحتل أن الكبار يموتون والصغار ينسون، هي رسالة له أن وإن كان لا نستطيع أن نمنع الكبار أن يموتون، لكن نستطيع أن نحيي ذاكرة الأطفال وذاكرة الجيل الجديد. ولعلي هنا أستذكر أن 90% من شهداء انتفاضة الأقصى في عامين 2005 إلى هذا العام ثلاث سنوات، وأن 90% من هؤلاء الشهداء هم الأطفال ولدوا بعد أوسلو، يعني بعد اتفاقية السلام في أوسلو التي جاءت لنا بالسلطة الفلسطينية. هذه المسيرة أيضا هي رسالة إلى 8 مليون فلسطيني في الخارج أن هنالك أمل بالعودة إلى فلسطين، وهي رسالة إلى الأمة العربية والأمة الإسلامية أن قضية فلسطين ما زالت حية، وأن هذا الشعب يريد أن يعود إلى وطنه وإلى قدسه وإلى أقصاه إن شاء الله. من إسطنبول سيد محمود شجراوي المحلل والباحث السياسي الفلسطيني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.